السلام عليكم القبه الحديديه لتحاشي المواجهه البريه القبه الحديديه او الايوندوم هي نظام الدفاع الجوي الصهيوني في تحليل جوله المواجهه الجديده بين الصهاينه والفلسطينيين في عمليه سيف القدس كما يسميها اخوان الفلسطينيين ويسميها الصهاينه حارس الاسوار لا تظهر المواجهه كيف طورت غزه قدراتها العسكريه بل ايضا تظهر كيف فشل الدفاع الجوي الصهيوني وما يعنيه ذلك على مستقبل الصراع بين الطرفين. سنحاول ان نتحدث عن التعريب بمكونات نظام الدفاع الجوي الصهيوني وسنتحدث عن اسباب فشل منظومه القبه الحديديه بالذات كما سنتحدث في نظرة استشرافية المستقبل منظومات الدفاع الجوي الصهيونية بعد جولة اليوم أولا التعريف بمكونات منظومات الدفاع الجوي الصهيونية الدفاعات الجوية الصهيونية شبكة معقدة ومركبة وتتكون من طبقات الطبقة الأولى هي القبة الحديدية الآيون دوم وهذه للصواريخ والقذائف قصيرة المدى الطبقة الثانية هي مقلاع داود ديفيد سلينغ للصواريخ المتوسطة ثلاثة الطبقة الثالثة لصواريخ حيتس أو إيرو السهم للارتفاعات المتوسطة والعالية الطبقة الرابعة هي صواريخ البيتريوت المضادة للصواريخ البالستية بعيدة المدى لكن هذه الأربع طبقات لم تحل دون اختراق هذه الشبكة من قبل إخواننا الفلسطينيين في اليومين الماضيين سنركز في حديثنا على منظومة القبة الحديدية لأنها مختصة بالصواريخ والقذائف قصيرة المدى وهي أكثر ما انهمر عليهم من غزة في اليومين الماضيين القبة الحديدية تعمل كالتالي عن طريق التتبع للمقذوف قصير المدى بواسطة رادار وبعدين تحلل البيانات حول منطقة السقوط المحتملة وعادة يصيبون الهدف في أعلى نقطة يوصلها حتى لا تتناثر أجزائه وهي مكونة من نظام تحكم الإطلاق وثلاث قواذف الثلاث قواذف كل قاذف فيه عشرين صاروخ سبب التسمية في أيام عزهم والافتخار بها يقول رئيس المشروع أني بحثت عن اسم وسميته أول شيء مضاد القسام لكن بعدين يقول جلست انا وزوجتي فاقترحت هي تامير اختصار لكلمه القبه الذهبيه لكن حسوا الحكومه أن مبالغ فيه القبه والذهبيه الذهبيه خاصه ما ما تنفع فسموها القبه الحديديه عشر سنوات وهو يفتخر لكن الله كريم انهارت تسمية وانهار جميع ما سماه وحرمته الآن أسباب فشل منظومة القبة الحديدية كما ظهر في اليومين الماضيين نشير في البدايه ان صناعه منظومه القبه الحديديه قبل عقد كانوا يتوقعون ان يحدث تحول استراتيجي لكن لم يحدث تحول استراتيجي بمعنى المدنيين ما زالوا في حاجه للملاجئ اثنين حياتهم تضطرب في اي نزاع وهذا ما لا يحتملونه الان اسباب فشلها قالت وسائل الاعلام الصهيونيه ان منظومه القبه الحديديه فشلت في اعتراض صواريخ غزه لخلل فني هذا الخلل ادى ان حتى اصبحت الصواريخ تسقط على منازل المستوطنين بصوره مباشره فهذا هو الخلل الفني اثنين محللين استخباريين في جروزن بوست صحيفتهم منهم يونا جيرمي بوب قال ما في خلل فني لكن هناك نقاط ضعف قديمه في النظام مع انها القبه الحديديه لا يعني انها لم تعد فعلا لكن نقاط ضعفها كانت معروفه منذ البدايه ثلاثه مصادر استخباريه صهيونيه تقول ان الفلسطينيين عرفوا حدود القبه الحديديه وعرفوا كيف يخترقونها. اربعه هي مصممه للصواريخ قصيره المدى والفلسطينيين بداوا يستخدموا كل شيء قصير او او طويل المدى مما اثر على خطه الصهاينه في هذه الجوله. خمسه ستيفن واغنر محاضر في الامن الدولي في جامعه برونايل في لندن يقول قد يكون اداء القبه الحديديه ملفت لكنه تذكير صارخ بعدم تكافؤ الاكلاف كلفه القبه الحديديه 210 مليون دولار الفجوه الكبيره بين تكلف تكلفتها القبه الحديديه ان الصاروخ الواحد يكلف 50 الف دولار بينما صاروخ القسام لا يكلف اكثر من 300 دولار اربعه محلل عسكري ثاني قال ان القبه الحديديه هي اكبر عمليه احتيال لان زمن صاروخ القسام 14 ثانيه وزمن الاعتراض من من القبه الحديديه بصاروخ هو 15 ثانيه فهناك فراغ بين الهجوم والاعتراض. بي بي سي قالت ان قراصنه الكترونيين اصلا تمكنوا من السلاح على وثائق شركتين حكوميتين اسرائيليتين قامتا بتطوير القبه الحديديه فالهاكرز يعلمون خفايا القبه الحديديه. الان ما هو مستقبل هذه القبه؟ ما مستقبل القبه الحديديه كنظام دفاع جوي؟ اولا هو نظام هروب من المواجهه البريه. يعني اقل كلفه ويخافون المواجهه البريه. الاضرار من بالصواريخ بفضل القبه يخفف الضغط على رئيس الوزراء او القاده العسكريين الى تصعيد الهجوم من جوي الى غزو بري، وهذا ما يريدونه. اثنين التباهي باداء القبه الحديديه من الاوهام. لانهم اعتقدوا انهم بذلك يحافظون على الجمود الدبلوماسي او الجمود السياسي بكلفه اقل بهذا النظام يعني يعني لا احد يجبرهم على المفاوضات. ثلاثه خيبه امل الصهاينه في منظومه القبه تتعدى انها تحميهم هي حرمتهم حتى من زبائن يشترون هذا النظام وفضحتهم امام الكلفه الامريكيه اللي دفعها الامريكان في هذا النظام. النقطه الرابعه وهي مهمه ان اذا كانت تكنولوجيا حماس والجهاد الاسلامي بامكانياتهم القليله فعلوا بالصهاينه بنظامهم الصاروخي هذا الفعل، فما بالك مواجهه الصهاينه مع ايران؟ معناها الايرانيين لديهم الوقت ولديهم المال وصواريخهم مجربه، اذا فلينتظر الصهاينه جوله مع الايرانيين لن تعد نزهه لهم. فالقبه الحديديه في تقديرنا اصبحت مثل المنخل انهارت امام صواريخ غزه ونتمنى ان تنتهي هذه الجوله على سلام افضل مما انتهت الجولتين الماضيتين